محمد حسين. سعد يا سعد، احسنت يا حبيبي ومشرفني في الاكاديمي. محمد حسين ده يا جماعه على فكره كان ستار اكاديمي السنه اللي فاتت. تحيه لمحمد حسين، تحيه لمحمد حسين. احسنت يا حبيبي ومشرفني في الاكاديميه، وركز جوه ومالكش دعوه ببره، سيبه لينا. سلامي لهايدي وعباس ودندن ولكل الطلاب. تحيه لمحمد حسين. كده 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 ماشي. سلمى مريم، محمد كان يبغيك بالزاف يا كيوت انت. لا حد يجي يقرا يا كيوت انت. سكر سلم على توس، على توس لكونت كونتيدا، يعني توت لكونتيدا، كل الكونتيدا يعني كل كونتيدا. كنت بالبرايمز وين بالزاف انت وحنون. جبت انا حاجه من عندي. شكرا شكرا سلمى، والله شكرا سلمى. ام اميمه، سعد ركز في دروسك يكون احسن، ومن حفر حفره لاخيه وقع فيها. سلامي الحنونتي بنت بلادي، وغني لسعد مشيتي فيها. غني حاضر. ماشي. محمد جمال، سعد بحبك كتير قوي، خليك زي ما انت، وان شاء الله تكون توب 1 البرايم المقبل، وغني لي اغنيه لمصر. حبيبي يا حمد، غني بقى اغنيه لمصر كلنا. لا نقول النشيد الوطني، يلا قوم. لا غني، لا غني، غني غني لا سعد. اغني ايه؟ طيب ماشي، هو النشيد الوطني ما اغنيه يا ابني. هو في احسن من نشيد مصر؟ يلا. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من ايادي. ثانك يو. سعد 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 يا مصر، قول لهم ينزلوا لك في كومنت كده فوق، انا شفته، قول لهم ينزلوا لك. طب انا في حاجات ما يطاش. بليز كنترول. لا شكلك قطع فيا. لا انا بعرف ليه. مالك ايه اللي حصل؟ مالك حاجات قطع التويت، قطع فيا يا حنان. فين؟ ما بدهم، خلص مش مشكله. لا ما في حاجات لسه لسه لسه، عشان كده انا عارفه. انا قريته بس مش مشكله. في حاجات فوق، هقول لكم بعدين في ايه. لا ما هو في حاجات فوق ما قريتهاش. بليز كنترول. هو كنترول كنترول طب في الضغط يعني. انا ممكن اقرا لا لا خلاص، في فوق كده، في فوق فوق لا في حاجات لسه فوق كمان. طبعا في كومنت انا شفته. ما تيجي تقعدي انت وانا ارجع. لا بس سهيله، طب ثانيه واحده بس، نسلم على محمد جمال. لا مين اللي قال؟ ايوه سعد انت قلت. اوكي سهيله، سعد سهيله حكيم. سعد انت قلت لمروان انك عليت طبعا حنان حتى تفوتها بالحيط، بس طلعت غني، بس طلعت غني احسن منك، انما العمل بالنيات. انا قلت كده؟ لا لا ثانيه، انا قلت كده؟ يا سعد من وقع وحفر حفره لا غير، وقع فيها ابدا. انا عليت الطبق، انا عليت الطبق ازاي واحنا بنغني على ماينس يعني؟ مش ما علينا، شكرا عادي. يلا لا 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 عادي عادي سعد. والله يا جماعه مين بيعلو اصلا؟ سعد سعد اول شيء احنا بنغني على توزيع جاهزه، فما فيش حاجه اسمها عليت الطبق او يعني مش بايدي، يعني مش بايديا. وبعدين حنان اختي وانا بحترمها جدا، وهي عارفه ان انا بحترمها. وسعد سعد والنهارده انا قلت لها على حاجه كانت مزعلين منها، وهي تقبلت الموضوع. وسعد سعد، وهل في كلام دار بينك وبين مروان عن الموضوع؟ انا بسال مروان. مروان قال لي لا. يعني ما فيش حاجه دارت، يعني الموضوع ما فيهوش مشكله. بس عادي، انا بحترم رايك. انت بريء يا بابا. بحترم رايك. اوكي بنت ليبيا، من اجمل الاصوات محمد سعد، من اجمل الاصوات بالاكاديميه، ربي يحفظك وليبيا كلها تحبك، غني لي ليبي نور من ليبيا. شكرا يا نور، بس انا ما اعرفش ليبي. حد يعرف حاجه ليبي؟ ومال يا حبيبي ماله قولوا لي. تعرف ليبي؟ طب تعالى هنا، تعالى هنا. عجيبه هي
ثانك يو. معلش يا نور انا والله مش حافظ اغاني ليبي بس تحياتي ليكي. ريري كيمو ركز يا سعد، مش عاوزين نسمع منك كلمه انا نوميني، اعمل ايفال يكسر الدنيا، سلام المصريين ورافائيل وعلي وشانتال. ثانك يو. حاضر ان شاء الله. نيكست. هو انا لازم كل مره لازم في تويته كده مع يعني ماشي. لا يا عم انا نيكست. اول مره اول جمعه مشاكل. وبعد كده في موضوع فاتن ويوسف، انت فاتن اغنى من يوسف كان ده اتقلمت. المشكله اللي اتعملت والله يا جماعه يعني يلا. اوكي صابرينا صابرينا بينا وحيات مصر عندك يا سعد، ما تخلي اخوك يعيط عشان بنت ما حدش يستاهل دموعه الغاليه، قول له يركز ويسيبه من سهيله. انا هرد محمد عباس يعني من محمد عباس معروف ان هو اخويا يعني، وهو ما عيطش بالعكس ده هو راجل جدع جدا، وهو سهيله بيحترموا بعض جدا ومفيش مشاكل بينهم. تحيه لسهيله وعباس وتحيه لصابرينا يا جماعه. مجنونة محمد سعد حبيبتي. محمد بنحبك قوي وراك، محمد بنحبك قوي وراك جمهور يهز الارض، ركز في الايفال وعايزين نشوفك بتهزر وتضحك دايما، سلم لي على هايدي شانتال. مولع حالك ايه؟ حاضر. تحيه لمجنونة محمد سعد يا حنين ملك مالك. حنين مالك سعد يا حبيبي التوانسة، نحبوا صداقتك انت ونسوم وتفدلكم مع بعض، بليز غنوا لي غنية مع بعض. وينك؟ حبيب قلبي. طب تعالى نغني يلا. تحية لحنين مالك. يعني هزاركم. تعالى نغني اغنية حلوة. يلا. لا برشا برشا يا مدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا برشا من عينيها وجف بتروح جفني وروحي تعلل، انا حبي لك برشا وروحي والهنا عطشا وقلبي يسلم لك عرشا وعقلي بحكمك يتامل. عاشقة سهيلة وعباس حبيبي. والله ماشي سعد نحبوك بالزاف، وخلي بالك على حالك وخلي بالك من سهو، وغني وغني اغنيه على ذوقك. حاضر. خلي معاك شيء شعبي لا لا ليه قول حاجه غني هاجي حبيتك اهي برنامج النهارده امبارح حبيتك كتير نسيت فيها الكلام. لو كنت نسيت افكرك حبيبي ما انا كنت نسيت، افكرك حبيبي لو كنت نسيت اخر لا لا روحي انا قدري. بهزر طبعا يعني. دينا محمد، دينا محمد سعد ركز يا جامد وتدرب كتير، ركز جامد وتدرب كتير، عايزينك في التوب زي ديدا وعباس ودينا، انت عندك كل حاجه عشان توصل، سلم لي على هايدي كتير. رحاب شعبان اوعى تزعل ابدا من اي حاجه، انت الاصل وانت العندليب والسلطان وعمر الشريف والقابك كتير، يا احلى صوت غني لي. الله يخليك يا رب يا رحاب. بتعاير ايه يا عم؟ واحده بتقول لي غني لي يعني غني لي. زي الهوى يا حبيبي زي الهوى، من الهوى يا حبيبي من الهوى، وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا، انت مش حافظ تحت القمر غنينا وسرنا وحكينا، وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا، ماسك الهوى وقامل الهوى يا حبيبي، قامل الهوى يا
حبيبي. ثانك يو. اوكي انت شخصيه ديرو. استنى ديرو سالم. ديرو سالم محمد سعد. يو هاف ا وندرفول فويس اند ا جود بيرسوناليتي. شفتوا يا جماعه الطريقه والله حلو. كيب اون اول ايجيبشن ويز يو ذا بارت اند يو اند لاف اند لاف يو سينج ا سونج. ثانك يو ديرو. وبتغير على ذنبي اللي ما عملتوش. بتغير على اسمي اللي ما اخترتوش. وبتن يا ما متوجع وبتقطم وبتقطع من اللي يسوع يسوع. Thank you.